السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس اخر من الكورس ديال سي اس اس جريد في سي اس اس 3. بالنسبه للدرس عباره عن درس سهل وبزاف، ولكن في نفس الوقت كيبغي التركيز. هذا الشيء اللي استوعبتي هذا الدرس، غتعلم انك تخطط الويب سايت ديالك واحد تخطط اللي واعر، وانك دير شي ديزاينر هاربين وبزاف مزيان. حنا شنو قلنا في الدروس السابقه؟ قلنا ان الجريد عباره عن واحد المجموعه ديال الخطوط عموجية وأفقية، وأنها مالها متقاطعة بيناتها مزيان. وقلنا أن مجموعة ديال الخطوط اللي هي على شكل تالي كتمثل لنا الأعمدة، ياك ماشي اللي قلنا. وقلنا أن مجموعة ديال الخطوط كتمثل لنا الصفوف. حنا اليوم بغينا نتعاملوا مع الخطوط اللي كتمثل لنا الأعمدة. يعني شنو كتعني عبد الصمد؟ تخيل معي أنه عندك مثلا ثلاثة ديال الأعمدة على الشكل التالي. هانتوما غادي نمشيو بشوية علينا وغادي نشرحوا هادشي بالتفصيل. تخيل معي عندك ثلاثة الأعمدة، هاد الأعمدة مخربقين ياك، ها واحد، هانتوما جوج مثلا، هانتوما عندك ثلاثة، ها واحد، ها جوج، المهم حنا نوصلو الفكرة، ها ثلاثة، مزيان. قالك أن بين كل عمود وعمود كاين خط ياك، هادو مجموعة ديال الخطوط، هانتوما، مشيو تاني بشوية، بين كل عمود وعمود كاين خط، وقالك أن كل خط مرقم. يعني شنو كتعني عبد الصمد كل خط مرقم؟ ان كل خط عنده رقم خاص به. انتم هذا قال لك مثلا هو واحد، وهذا الخط هو جوج، وهذا الخط هو ثلاثة، وهذا الخط هو أربعة. مزيان. حنا عندنا ثلاثة ديال الأعمدة. تخيل معي انني انا بغيت ان هذا العمود الاول انه يشد ليا من هذا العمود، يشد ليا من العمود رقم واحد وما يوقف حتى ثلاثة. يعني هنايا هادشي اللي بغينا نتعلمو في الدرس، كيفاش غادي نجيو ليه؟ ان عندنا واحد العمود معين، انني نقول ليه مثلا شد ليا ثلاثة الأعمدة، يعني المساحة تاعك غتكون مجموعة ديال ثلاثة الأعمدة، كيفاش كنجيو ليها؟ هنايا قال لك عندنا واحد الخاصية اللي سميتها الجريد كولوم ستارت. هانتوما كما كتلاحظوا قال لك عندنا الجريد كولوم ستارت، وعندنا نفس الوقت جريد كولوم، هادشي كامل غادي نشرحو بالتفصيل دابا غير بلاش. جريد كولوم اند، يا ربي ماشي جريد كولوم اند، مزيان. شنو كنعنيو بالجريد كولوم ستارت والجريد كولوم اند؟ حنا شنو قلنا؟ ان هاد المجموعة ديال الخطوط مالهم؟ ان كل خط كيتميز بواحد الرقم خاص به. هذا الخط رقم واحد، الخط رقم جوج، الخط رقم ثلاثة، والخط رقم أربعة. تخيل معايا انني قلت لها انايا هاد واحد يشد ليا من الخط رقم واحد حتى الخط رقم ثلاثة، كيفاش غادي يولي؟ ها انتما غادي يجي سي اس اس جريد غادي يبدا ينشئ الكولوم ديالك. قال لك انا قلت ليه بدا من واحد، ها هو بدا من واحد، ها هو فات جوج، ها هو وصل ثلاثة، ما غاديش يفوت ثلاثة، لا حبس لي عند ثلاثة. جي الفرانات الله يرحم ليك الوالد، جينا قلنا لك جريد كولوم اند، جي الفرانات صافي، تيقول لك اه صافي يلا بارك بالك. ها انتما تخيل معايا انك قلت ليه مثلا، قلت ليه من جوج أربعة، ها انتما، ها هو من جوج أربعة، غادي يجي لهنايا، أجيو تاني نرسمو، ها انتما بيمشي عند الخط رقم جوج، ها انتما، ثلاثة، أربعة، قلتي لي فين؟ قلتي لي وقف، وقف لي عند أربعة، مزيان. يعني هادشي اللي بغينا اليوم نشرحو كيفاش كنديرو عن طريق هاد جوج الخاصيات اللي كتشوفو قدامكم. وقلت لكم هاد درس ساهل، خصك غير تركز معايا وتستوعب الخطوطة كيفاش ترسمهم. مزيان، مشيو نجيو دابا مثال تطبيقي اللي غيوضح لينا الفكرة بكل سهولة. حنا اش قلنا؟ عندنا واحد المجموعة ديال الأعمدة، ها واحد، اش نرسمو بعد أحسن؟ ها حنا قلنا ها هو، عندنا واحد، ياك، ها جوج، ها ثلاثة، ها هو الرابع. دابا أجيو نرقموهم، اش قلنا؟ كل واحد تيتميز بأش؟ كل واحد تيتميز برقم، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، جوج مسكينة بحاضر بالضو، ها جوج مسكينة، ها أنتم مزيان. دابا غادي نمشيو عند أدا أ، إلا قلت لي دابا أنايا أدا أ، تخيل معايا أدا أ بغيت يشد، بغيت يشد ليا العمود رقم واحد ويشد ليا العمود رقم جوج، يعني أنه يعمر من هنا حتى لهنايا. شنو غادي نقولوا ليه؟ أشنو هما الخصائص اللي تعلمناها هما؟ ها الجريد كولوم ستارت والجريد كولوم ريد. أشنو من أش من كولوم بيش أش من عمود باش بغيتي يبدا؟ ها أنتم الجريد كولوم مثلا ستارت، مزيان. غادي نقول ليه مثلا واحد، يعني بدا ليا من واحد. الجريد كولوم مثلا ها انتوما اند، في غادي يوقفا، غادي يوقفا في ثلاثة، يعني ها هو بيبدا لينا من واحد وغادي يوقفا ليا في ثلاثة. غتلاحظ ان ا ولا شاد ليك جوج العناصر. تخيل معايا ما بغيت يوقفا لي حتى الربعة، انني بغيت يعمل لي أربعة، ها انتوما، ها انتوما غادي تقول لي أربعة، مزيان.
تخيل معايا دابا انا ما بغيتيش هكا، بغيتو يبدا ليا من جوج، يعني ما بغيتيش يبدا ليا من هنا، لا بغيتو يبدا ليا من جوج، يشد من جوج طربة. ها انتما غتقولي يبدا ليا من جوج وما توقف عليا طربة. ها انتما غتلاحظ انه خلى واحد الفراغ هنايا، يعني والهربة فيني بان شي بوتستراب ولا شي فريمورك والو، والهربة سهولة، الهربة والسهولة. لقيت كولوم سطن، لقيت كولوم اند احط. تخيل معايا دابا انا هاد البي هذا بغيت يشد ليا من واحد حتى ثلاثة، اجي نمشي عند البي اوفر هو الثاني. احنا بين نشدو هاد الخصائص كيما هما هنايا، بين نقول لي انا يبدا ليا من جوج. شتي اش قلت لكم انا في الدرس السابق علاش انا كنعشق نخدم بالسي اس اس قايد على شي فريم ورك؟ حيتاش كندير كندير شي ديزاينات الهربي الهربة وما كاين اللي يفض عليها القوانين ديالو. انت بغا نقول لي مثلا بدا ليا من واحد وما توقف عليا حتى ثلاثة. ها انتما غادي يبدا ليا من واحد ما غادي يوقف عليا حتى ثلاثة، مزيان. تخيل معايا دابا انايا هاد السي مثلا، ولا تخيل معايا اجي نشد شي واحد اخر اجي نوضو هنايا نقول لي دابا يبدا ليا من واحد، ها انتما غادي يبدا ليا من واحد حتى ثلاثة، مزيان. اجي نقول لي دابا غادي يبدا ليا من واحد حتى ثلاثة، ها انتما بيبدا ليا من واحد حتى ثلاثة، مزيان. اجي نقول لي مثلا دبي باش شد ليا دبي نخليه كيما هو، دبي ما بيبدا ليا فيه والو، يبقى ليا من شاد من ثلاثة لربعة، مزيان. تخيل معايا غادي نمشي عند هاد الدي، ها هو هاد الدي هذا، غادي نقول ليه مثلا انك شد ليا عندك هنايا دي، غادي نقول ليه شد ليا مثلا من جوج لربعة. ها انتما غادي نمشي عند الدي، شحال هو الدي عندنا هنايا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. ها انتما غادي نقول ليه مثلا ربعة، غادي نجيو هنايا غادي نسخو هذا، غادي نقول مثلا الدي هذا باش ليا من جوج الربع. ها انتم الدي جوج الربع، مزيان جوج الربع. شوفوا الدي تاعنا واش باش لينا، وقيلا ما استهدفناش مزيان. شحال هو الدي ديالنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. ها انتم جوج الربع، مزيان. ها انتم كما كتلاحظوا انه هو هذاك، يعني شد ليا من جوج الربع. تخيل غادي يمشينا لهاد الخامس لهاد او، وغادي نقول ليه شد ليا من واحد الربع. ها انتم ولا نمشيو عند هاد الاخر كاع، ها انتم غادي نمشيو عند هاد او هادو، غادي نمشيو عند الخامس، ولا نجيو نكتبو عند هنايا خمسة. ها انتم اش واش ما نخربخكم، نمشيو عند خمسة دابا، دابا غادي نمشيو لجيد او، دابا تعلمنا كيفاش اننا نديروهم. ها انتم خمسة، غادي نقول خمسة مثلا غادي يشد ليا من واحد حتى ربعة. ها انتم كنخطط انايا الشبكة ديالي بواحد السهولة. ها انتم ها هو هاد الاول، ها انتم نحيدو هاد الشيء، هاد الاول من ا، تاني من بي، تالت من سي، وانت ما خطط. عرفتي بحالاش؟ عرفتي بحال اللي عمو دخل الانسبلاش كيلقى ان التصويره مثلا شاده قديكا، وواحد التصويره اخرى شاده قديكا، وواحد التصويره اخرى مثلا شاده جوج من هادو، وواحد التصويره اخرى شاده هكا. غادي يجيو مثلا مثال، غادي يجيو مازال مثال تطبيقي في الاخر كاع على الكورس، وتلقى واحد التصويره شاده قديكا، والتصويره مثلا جايه حد هنايا، يعني كتلقى التصويرات جايين بواحد الطريقه واعره، يعني ديزاين واعر. عرفتي كي تيجيوهم بهاد الطريقه؟ يعني ما تحز الله بوتستراب لا والو من عندي، مزيان. دابا كاين اللي بيسولني يقول لي واش انا فيما بغيت نكتب ستات و ان نكتبهم بجوج؟ لا، غادي نقول لك كاين اختصار ديالهم اللي هو عباره عن جريد. ها انتما جريد، واش نحيدو هادشي؟ قال لك هو اللي عباره عن جريد كولوم. ها انتما جريد كولوم، قال لك كتكتب فيه ها انتما ستات وكتكتب فيه لان. شوف ضروري دير هاد السلاش، هادي ضروري، الا ما درتيش هاد السلاش ما غاديش يخدم لان. يعني هنا كتقول ليه النمبر من باش يبدا، وتيقول ليه هنايا الاند. دابا انتم عندنا دابا تجي من واحد ثلاثة، ياك اجي نحيدو ليه هادو. ها انتما هو بيرجع عاجي، ها انتما كما تلاحظوا انه غادي يرجع عاجي. ايوا دابا اجي نقول ليه مثلا ها انتما ها هو الاختصار جريد كولوم، اش جريد كولوم بنقول ليه مثلا بدا ليا من واحد حتى ثلاثة. اجي نشوف واش غادي يطبق علينا، واش يقول لي هادشي اللي كدير راه تخربيق. ها انتما كما كتلاحظوا انه بدا ليا من واحد، ها هو الكولوم الثاني، ها هو موقفة حتى ثلاثة. تخيل معاك ليه هنايا أربعة، مزيان. أجيو تاني نجيو الخاصية ديالنا هنايا، ها انتوما أجيو نمسحو واحد هنايا، مزيان مزيان. غادي نقول ليه هنايا جوج أربعة. ها انتوما غادي نجيو السيف، غتلاحظ أنه ما كاين حتى شي تغيير، وأنه الديزاين ديالنا والجريد ديالنا باقي محافظة على نفس المسافات. يعني شنو تعلمنا في هذا الدرس؟ انه اجي نعاودو اخر مرة، مزيان. حنا قلنا اش عندنا، اجي نجيو دابا خلاصة للناس يبغاو يفهموا، مزيان. قالوا لك انتم
دابا اش غادي نديرو؟ قالك انه عندك هنايا ها انتما مجموعه ديال الخطوط بين كل عمود، غادي انت كل عمود غتبدا تحسبهم هكا، راه مع الوقت بدا تحسبهم بعينك كاع ما تحصلش تصمم. ها واحد جوج ثلاثه اربعه، تخيل معايا هاد الكولوم باش يبدا لك انت من واحد وما يوقف حتى الربعه، غتمشي لهنايا غتقول ليه هنايا واحد ما توقف عليا حتى الربعه. مزيان، شنو غادي يدير هاد الكولوم هذا او هاد العمود هذا؟ ما يوقف حتى الرقم أربعة. وكان هذا هو الدرس ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من الدرس، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه الروز كيفاش كنتعاملوا معهم.